حياكم الله في ريفيوهات بي سي دي الأسبوعية. اليوم معانا استعراض ومبرد تيو اف جيمينج من شركة اسوس LC240A RGB. طبعا المبرد هذا يأتي بـ LGA1700 لمعالجات انتل، يأتي بضمان من شركة اسوس المصنعة 6 سنوات من فئة الأستيك بورد باي أستيك، بالإضافة إلى مراوح الRGB، بالإضافة إلى الأورا سينك اللي هو مزامنة الإنارة مع مذر بوردات اللي فيها هيدرز RGB. الآن نستعرض لكم المبرد. طبعا قامت أسوس بمضاعفة أداء المراوح في المبردات المائية، فأنتجت مراوح من تيو إف رائعة جدا بأداء ممتاز. طبعا هذا المبرد مراوح الRGB اللون أبيض، طبعا مقاس 120. عندنا الـ LGA Intel اللي هي بركة الـ Intel 1700، ويركب أيضا على معالجات الجيل 12 و13، بركة الـ AMD الريديتر، بالإضافة إلى الـ Water Pump. طبعا هذا الريديتر زي ما احنا عودناكم دائما الفك، نشوف الريديتر تمام، بالإضافة إلى الـ Pump اللي مصنع من مواد جدا جدا ممتازة وخامتها رائعة جدا، بالإضافة إلى هيدر الـ RGB اللي تكلمنا عنه اللي هو 3 pin RGB بالإضافة للـ USB للووتر بومب، متوفر في بي سي دي الموقع والمعرض بأسعار ممتاز جدا وعروض رائعة.